لا طالما قدمت العلاقات المصرية الموريتانية على أنها علاقات نموذجية على المستويين العربي والإفريقي منذ أن وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والموريتاني المختار ولدداد أسسا جديدة لها انطلاقا من إرادة زعيمين يؤمنان بإفريقيا حرة، إفريقيا قادرة على تولي مسؤولية نفسها. وتجسيدا لهذا التوجه لم تنقطع زيارات ولدداد لمصر. في عام 1963 لبى الرئيس جمال عبد الناصر دعوة ولدداد وتدخل لإنقاذ الهوية العربية لموريتانيا والحفاظ على عروبتها، فأمر بإنشاء صرح ثقافي مصري عملاق بنواكشوط. دخلت العلاقات المصرية الموريتانية عام 2016 مرحلة جديدة لتطوير التعاون والمضي قدما نحو شراكة استراتيجية متجددة، وذلك عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للقاهرة واستقبله الرئيس السيسي، والتي مثلت لحظة قوية في تاريخ العلاقات بين البلدين. قمة الزعيمين تميزت بتقارب وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، لا سيما الاندماج بالقارة الإفريقية وإصلاح الاتحاد الإفريقي والسلام والأمن في القارة، كما شكلت فرصة لرسم خريطة طريق جديدة لتطوير السياسات المتعلقة بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في إطار نهج مشترك يستشرف آفاقا جديدة للتعاون في شتى المجالات. وترجمت الاتفاقيات التي تم توقيعها طموحا مشتركا للمضي قدما نحو شراكة استراتيجية جديدة. وفي يوليو عام 2018 قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيارة لموريتانيا للمشاركة في الدورة العادية 31 لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولأن السياق الإقليمي والدولي يتطلب من البلدين التنسيق بانتظام، حيث للبلدين نفس الرؤية فيما يتعلق بمشكلات القارة والعالم، لم تنقطع الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات. وفي مايو الماضي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، وعرب الرئيس عن مشاعر الصداقة والتقدير الكبير للرئيس الموريتاني، معبرا عن التزام مصر بتعزيز التعاون بشكل أكبر بين القاهرة ونواكشوط. وعلى المستوى الاقتصادي شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ففي الربع الأول من عام 2018 حققت مصر فائضا تجاريا لصالحها مع موريتانيا بحوالي 5 ملايين دولار، حيث بلغت صادرات مصر 5,460,000 دولار مقابل 572,000 دولار واردات، ويسعى الجانبان لمضاعفة هذه الأرقام في الأفق المنظور. واليوم يحل الرئيس الموريتاني ضيفا عزيزا على مصر في زيارة تعكس إرادة قوية لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها لتشمل كافة المجالات، تحقيقا للتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين إلى مزيد من الإنجازات على طريق التقدم والازدهار.